إذن هذا هو معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هيأت نفسك للمدخل، حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، نعم. إيه الأصل كده؟ لأن القرآن بدأ مقروءا باسم ربه، فكذلك يبدأ متلوا باسم الله. المسألة واحدة. رسول الله حينما كان في الغار وقالوا الوحي وقال له اقرأ، اقرأ تتطلب أمرا، أن يكون حافظا شيئا يقرأه، أو يكون قدامه مكتوب ويقرأ. ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقرأ، لا دي موجودة ولا دي موجودة. قال ما أنا بقارئ. رسول الله منطقي مع نفسه، والحق منطقي مع قدرته. قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. أتعرفون لماذا كان هذا الترديد اقرأ ما أنا بقارئ؟ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام ب14 قرن. قال لك ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث في النفس بتاعت محمد، وبقى يقولها وشخصية مش عارف إيه. نقول له أهي قول الله، قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين، شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة. الله الله الله. لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانتش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الممتنعة، إنما ده بقول له اقرأ يقول له ما أنا بقارئ. ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين، وكل شخصية منسجمة مع صفاتها. فالشخصية التي تقول اقرأ هي المقدرة على القراءة، والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية. إذن فهنا شخصيتين متميزتين، مش شخصية واحدة بتطرأ لها هواجس. إذن فقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ يبقى منطقي، فالحق يقول له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا، ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك. باسم ربك، وتلك ليست بدعا. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني بيخلق من عدم، فكذلك هيخليك تقرأ وإن لم تتعلم القراءة. مش عجيبة عليه الحكاية دي. اقرأ باسم ربك، لا باسم أنك تعلمت. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فليه أنت عايز تقرأ مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله، ليه؟ شمعنا يعني الأسباب عندكم؟ يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم. ليه؟ لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لأنه نقلها إلي. إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى ده أكرم بقى، يبقى فيه كريم وفيه أكرم، وفيه أكرم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد أنت ما لا، أنت لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم أنك حافظ، إنما أنت تقرأ باسم ربك. ومدام باسم ربك إذا أراد شأن يقول له كن فيكون، يبقى ما تقوليش تعلمت أو ما تعلمتش. فكما أن القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن أيضا نتلوه باسم الله.